أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم. وإذا لم تكن إلا الأسنة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها. معي أنا عائشة آدم في بودكاست تاريخ على الهامش. نرجع بالزمن إلى الوراء ونعيش أحداث الغزوات قبل معركة بدر. جيت سمعت عن أول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، عن أسمائها، تحس إن هي جديدة عليك. جيت تساءلت عن أسباب وقوعها، هل انتصر المسلمون فيها؟ بالمقابل مين هم أطرافها؟ في حلقتنا اليوم إن شاء الله سنجيب على جميع أسئلتك ونرجع بالزمن للوراء لهذه الغزوات. ممكن تتساءل عزيزي المستمع عن أول غزوة. أول غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم كانت غزوة ودان، ومثل ما هي معروفة عند الأغلب باسم الأبواء. كانت هذه الغزوة في شهر صفر، وكان سببها تهديد تجارة قريش ومحاولة لمحالفة القبائل المسيطرة في ذلك الوقت على التجارة. كانت الغزوة بين المسلمين، وكان عددهم 200 من الرجال يقودهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين قريش وحلفائهم من بني ضمرة. وصل جيش المسلمين إلى ودان، لكنهم ما التقوا مع قريش وتوجهوا مع سيد بني ضمرة مخشبي بن عمرو الضمري، وصار بينهم تحالف. ووعدهم وكاتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يغزيهم ولا يغزوه، ولا يكونون معونة لعدو رسول الله، ولا يكثرون على المسلمين جمعا. بالبداية ما كانت النتيجة زي ما خطط له وما كانت متوقعة. في هذه الغزوة صار في تحالف بين الرسول وبني ضمرة من كنانة، وجاءت بعدها غزوة بواطن اللي كانت في شهر ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة، أي سنة 629 من الميلاد. وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج واعترض قافلة تجارية لقريش كانت راجعة من الشام، وحتى تظهر قوة المسلمين واسترجاع بعض أموالهم وممتلكاتهم اللي أخذوها كفار قريش منهم، وللرد على تهديدات قريش المتوالية. والهدف الثاني حتى يشكلون وسيلة ضغط على قريش ويضعفونهم اقتصاديا، وكان تمهيد لشن غزوات ثانية أكبر من غزوة بواط وغزوة ودان. وكان هدف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين من هذه الغزوات الصغيرة التمهيد للغزوات التالية مثل غزوة بدر الكبرى. وعن سبب تسميتها بغزوة بواط وليش سميت بهذا الاسم، هي نسبة لمكان وقوعها على الطريق تجارة قريش بين مكة والمدينة. وأكيد نتفق أن هذه الغزوات الصغيرة تعتبر من الأحداث اللي أثرت بالتاريخ الإسلامي بشكل خفي وقوي، لأنها ساعدت في تعزيز المكانة السياسية للمسلمين. ونقدر نقول أن غزوة بواط كانت مهمة لردع المشركين وأذاهم عن المسلمين، وكان دور للنبي صلى الله عليه وسلم كبير في هذه الغزوة، كونه أظهر قيادة الحكيمة والفعالة في إدارته وتحفيز الجيش المسلمين. وأما عن أحداث الغزوة، كانت غزوة بواط بين المسلمين المهاجرين والمشركين. المسلمين كان عددهم 200 رجل من المهاجرين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، أما المشركين كانوا ضمن قافلة مكونة من 100 رجل من قريش بقيادة أمية بن خلف و2500 بعير. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة نيابة عنه الصحابي سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقيل أن استخلف الصحابي السائب بن مضعون، وهو أخ الصحابي عثمان بن مضعون رضي الله عنهم. ومن الجوانب المهمة لهذه الغزوة إنها كانت إشارة واضحة إلى أن المسلمين كانوا قادرين على مواجهة كفار قريش وإرباكهم والفوز عليهم، وساعدت هذه الغزوة في تعزيز قوة المسلمين. ممكن تكون أعداد المسلمين في ذلك الوقت قليلة، ومن الممكن يتبادر لذهنك سؤال، إيش يصير لو عرفت قريش وأمدت القافلة بعدد من المحاربين يفوق المسلمين؟ ولو نقترب أكثر من الأحداث في غزوة بواط، نلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة المنورة ومعه المسلمين بعد معرفتهم بقافلة قريش اللي راجع من الشام إلى مكة المكرمة، وكان لواء المسلمين مع الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عرف
وقفت قريش من خلال جواسيسها اللي موجودين في المدينة، وغيرت القافلة طريقها بسرعة بقيادة أمية بن خلف، وسلكت القافلة طريقاً آخر غير هذا الطريق، واتجهت لمكة المكرمة. وإذا تتساءل عن اللواء وإيش هو اللواء باختصار، هو الراية، والبعض يقول بأنه علم الجيش اللي يرفع في الحروب والغزوات، ويعرفون فيه مكان صاحب الجيش، وسموه بهذا الاسم لأنه يلوى لكبره ولا ينشرونه إلا عند الحاجة. ويقولون إن اللواء هو علامة، أي علامة لمحل أمير الحرب وتدور معاه أينما دار. والسؤال اللي يتبادر للذهن كمان، ما هي النتيجة؟ النتيجة هي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من غير حصول قتال أو مواجهة مع المشركين. صحيح أنه ما صار في هذه الغزوة قتال وما استردوا المسلمين أموالهم، بس قدروا أنهم هم يستفيدوا من هذه الغزوة في إرباك قريش وإضعاف معنويتهم وضرب قوتهم ونشاطهم التجاري وتخويفهم والتلميح لهم بقدرة المسلمين على المواجهة وإظهار قوة الجيش الإسلامي والدولة الإسلامية. بقي المسلمون في بواط من قارب الشهر، بعدها رجعوا إلى المدينة المنورة. وكانت الغزوة صعبة على المسلمين لأنهم ما توقعوا النتيجة وواجهوا صعوبات بالطريق. صحيح أنهم بقوا في بواط شهر، بس ما نقص من حماستهم شيء، بالعكس ازدادت قوتهم وحماسهم للدفاع عن دين الحق ورد الظلم. من أجل إظهار الحق والدفاع عنه نزلت آيات الجهاد في سورة الحج، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وبكذا فإن غزوة بواط حطت بصمة مهمة في تاريخ المسلمين، لأنها حفزت المسلمين للدفاع والسعي خلف مطالبهم، وساعدت في معرفة الآخرين بالمسلمين، وكانت مهمة في تعزيز السيطرة الإسلامية وفي تأسيس جيش عسكري مستعد ليبدأ في المعارك. وبشكل عام غزوة بواط تعتبر بداية نقطة التحول، لأنها ساهمت في تعزيز قوة المسلمين ومناعتهم وتمكنهم. ويمكن نستفيد من غزوة بواط كمان حسن التدبير والتخطيط والحماس المشتعل لردع أعداء الدين، واختيار أهل ثقة وخبرة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان لتولي أمر المدينة لمن خرج، أو من شارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد، أو حتى مين يرفع اللواء. كانت قريش يزداد حذرها مع الوقت وتتسرع لتلافي طرق المسلمين. وبين غزوة بواط وغزوة العشيرة وقعت غزوة بدر الأولى، أو مثل ما يسمونها غزوة صفوان، وكانت في شهر ربيع الأول من العام الثاني للهجرة، وكان عدد المسلمين فيها 70 رجلا، وكانت في وادي صفوان. بسبب أن المشركين وبقيادة كرز بن جابر الفهري غاروا على مراعي المدينة ونهبوا بعض المواشي، تبعهم الرسول وأصحابه لمطاردتهم، بس إنهم ما أدركوا المشركين لأنهم فروا ورجعوا من دون قتال. وبعدها كانت غزوة العشيرة، وقت غزا الرسول صلى الله عليه وسلم قريش واستأمن على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب 50 إلى 200 رجل من المهاجرين، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هناك كل جماد الأول وليالي من جماد الآخر. وحلف في هذه المدة الرسول صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. وبعدها رجع الرسول وأصحابه للمدينة، وهم في طريق رجعتهم وصل خبر لقريش بموضوع القافلة اللي خرجت لأجلها الغزوة، وقد مشت قبل أيام من الشام، اقتربت من البحر. خرج كفار قريش لمنع القافلة عن المسلمين، وتلاقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأت غزوة بدر الكبرى
اللي وقعت في 17 من رمضان من السنة الثانية للهجرة في منطقة بدر المشهورة، واللي كانت بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. كان حامل اللواء الأبيض في هذه الغزوة الصحابي الشجاع وعم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. والجميل بين هذه القصص أن لغزوة بدر مسميات كثيرة، منها يوم القتال ويوم الفرقان، لأنها من أيام الله الفاصلة بين الحق والباطل. ونزلت التسمية في كتاب الله، قال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل وبنصره رسوله والمؤمنين. وكان المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعددهم 313 رجلا، معهم فارسان الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود. وعن المشركين ومن حلفائهم من العرب كانوا بقيادة أبي جهل عمرو بن هشام، كان عددهم 950 رجلا ومئة فارس. مات في غزوة بدر 70 رجلا من كفار قريش، وأسروا 70 آخرين. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يلين قلوب الرجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله لا يشد قلوب الرجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. ثم قال: أنتم عالة، فلئن فلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. ثم نزل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وكانت من نتائج غزوة بدر الكبرى انتصار المسلمين وانتشار صيتهم عن قوتهم وهيبتهم، وصارت قريش تهابهم. خسر قريش الكثير، ومن ضمن خسائرهم مكانتهم اللي اهتزت بسبب الغزوة بين قبائل العرب. وما ننسى أن غزوة بدر الكبرى أعطتنا دروس كثيرة، منها دروس في الصبر والثبات عند الأزمات، دروس في الجهاد لإعلاء كلمة الله، دروس في التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. هذه الغزوات كان قائدها من يردد: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. وهنا يتراود لنا سؤال عزيز المستمع: هل تعلم اسم الصحابي الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم باختيار موقع غزوة بدر؟ اكتبوا لنا بالتعليق. وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من تاريخ على الهامش. كنت معكم أنا عائشة آدم، إعداد العمود السبيعي، مونتاج وإخراج ماريا محمد، تدقيق حلى البكري. نلقاكم في حلقة قادمة بحفظ الله ورعايته.